تعالى اوريك ازاي تخلي الفيديو بتاعك سينمائي حرفيا سينمائي مش مجرد كلمه ولا فلتر ولا اي حاجه، لا في سينمائي اكنه متصور من كاميرا فيلم قديمه ايا كان نوع الكاميرا اللي انت هتصور بيها الفيديو بتاعك. فتعالى وريك على الكمبيوتر دلوقتي بطريقه جامده جدا واداه بسيطه وسهله جدا في الاستخدام، مش محتاج تتعب في الموضوع، فيلا بينا. خلينا الاول اعرفك شويه معلومات عن الاداه اللي انا بتكلم عليها، الاداه اللي انا بتكلم عليها اسمها دي هانسر. البرنامج دوت او الاداه دي هي بلوجن بتضاف على برنامج المنتج اللي انت بتستخدمه تقدر انك انت تحمل دي هانسر من اللينك اللي هتلاقيه في صندوق الوصف وتحط البلوجن تختار البلوجن اللي انت عايزها عايز بالظبط الويندوز ولا ماك لان برنامج بالظبط وتحملها ومساحته صغيره جدا وتضيفه على البرنامج بتاعك بتضاف بالستاب في ثانيتين بالظبط وده مش مجرد بلوجن عاديه او مجرد شويه فلاتر بتضيفها وخلاص هي مش كده خالص والموضوع اعقد من كده بكتير دي حرفيا زي لوكات فيلم سينمائيه حقيقيه ناس محترفين فضلوا ان هم يطبخوا الكلام ده كله بحيث ان اي كاميرا انت مصور بيها مثلا انا بصور دلوقتي بالكانون ام50 مصور على حاجه اسمها نيوترال اللي هو بيديك لوك فلات شويه زي ما انت شايف قدامك وبعد كده بضيف عليه التلوين والكلام ده فالاداه دي اللي هي بتعمله انك انت بتقول لها او طريقه الاستخدام انا ان انا بقول لها نوع الكاميرا بتاعتي، البيتشر ستايل اللي انا بصور عليه، بعد كده هو لوحدها الاداه دي لوحدها بتحول لك لون الفيديو لحاجه اسمها ريك 709 او ريك 709 ده برنامج بريمير برو ممكن تستخدم برنامج دافينج ريزولف ممكن تستخدم فاينل كات على ويندوز ماك لينكس ايا كان السيستم اللي انت بتستخدمه اكيد عندك برنامج مونتاج يشتغل عليه. طريقة انك تجيب البلوجين او الكلام ده مختلفة شوية عن برنامج للتاني ولكن في بريمير برو بتضغط عند مثلا السهم ده بعد ما تحط الفيديوهات بتاعتك تضغط مثلا على السهم ده تيجي عند كلمة افكتس وتكتب في السيرش دي هانسر فانا عامل كذا بريست هنا ولكن انت اللي هتلاقيه دي هانسر برو فيرجن 13 مثلا او 1.3 على ما اعتقد اه وبعد كده تمسكه كده وتسحبه اكيد انت اول حاجه لاحظتها هو التغيير الكبير جدا في الشكل يعني تحسك انه مصور بكاميرا فيلم قديمه قوي ومش حلوه لكن عادي كل ده نقدر نغير فيه كل حاجه حرفيا عندنا الادوات هنا انبوت فيلم فيلم ديفلوب فيلم كومبريشن اكسباند بريند كولر هيد فيلم جرين هيليشن بلوم انا تعبت ومش هنكمل كل الكلام ده انا عامه ما بستخدمش هنا غير 3 او 4 ادوات بالظبط فهنمشيها واحده واحده اول حاجه همشي من تحت لفوق اطفي كله الفيلم هو اللي شغال والانبوت هتلاقيها شغال الانبوت هو ده اللي مغير لك يعني الشكل جامد قوي كده لان هو محول لك الصيغه غلط تمام اما الفيلم فهو حاطط فيلم كده اللي هو لوك زي color جريد فالانبوت نفسه هو اللي مخليك اللوك مغدر شويه احنا اللي احنا هنعمله بقى, بقى وهو كل حاجه يعتبر مقفوله كده هتيجي عند السورس اللي هو المقطع بتاعك الاساسي هتيجي عند الريك 709 اللي اتكلمنا عليها هتختار تشوز كاميرا ده انت بتصور بكاميرا مدعومه من البرنامج وديت كل الكاميرات وكل حاجه موجوده هنا في البرنامج حتى عندك ايفون على ما اعتقد فين الايفون كمان اهو ابل الايفون فيلمك برو وابل ايفون مش عارف ايه يعني انت اي نوع ايفون عندك طول ما هو بيدعم حاجات التصوير دي في تطبيق فيلمك برو عندك على الايفون تقدر انك انت تستخدمه وتلون عادي جدا انا كاميرتي هي الكانون الام 50 وبصور على البيتشا ستايل النيوترال انا بقى أشتق اختار الكانون ام 50 غيرني الالوان شويه يعني بص الاختلاف كده قبل كده بعد كده قبل كده بعد كده قبل كده بعد ودي الالوان الحقيقيه اصلا ودوت لون بشرتي فعلا يعني لو طفيناه كله بص الاختلاف كبير طبعا في شويه تنت آه بنفسجي موجود هنا وده انا عارف ان هو موجود فانا مقلله شويه سن صغير قوي في الكاميرا ولكن مفيش حاجه وسط ما بين التقليلتين فانا بقلله كمان درجه شويه في التنت هنا بخليها سالب ثلاثة بس وكده ده لون بشرتي مظبوط بالمللي مفيش أي غلطات فيها آه هنا بقى أنت ممكن تلعب شوية في الإضاءات والألوان والكلام ده ولكن ده أنا بحب أخليه في الأخر خالص على أدجستمنت لاير على المقطع كله والكل كليب لوحده وكلام من ده مش بحب إن أنا أعمله هنا لأن أدجستمنت لاير بيبقى فيها خصائص أكتر الصراحة يعني فهنيجي بعد كده عند الأداة المهمة جدا وهي الفيلم الفيلم هنا بقى تقدر تختار اللون اللي انت عايزه او الفيلم عامه اللي انت عايزه مثلا ده كودك فيجن 3 اللي هو 250 دي ده استخدم في افلام كتيره نعمل انيبلد اكيد انت فاكر الفيلم اللي كان معمول بيه الكلام ده انا فاكره فيلم قديم جدا ولكن انا مش عايز البتاع دوت وكمان انت عندك حاجه اسمها بوش بول واليفيت يعني لو مشيت يمين هيخفف شويه الحاجات اللي في الهايلايت والشادو لو مشيتها شمال هيغمق وهيزود زي الكونتراست كده بيزوده. انا بسيبها في الاغلب في الوسط ساعات بخليها بزياده عشان يبقى خفيف كده وناعم ما يبقاش اوفر كده. ولكن اللي انا بحب ان انا استخدمه هو حاجه اسمها جولد. آه هو فين؟ اهو آه كودك جولد 200. اللوك بتاعه حلو ناعم وشكله جميل جدا خاصه على بشرته دلوقتي. أه وكمان لما بنخفف كده بيبقى شكله عميق لما نفتح بيبقى شكله مزرق شويه فانا مش عايزه كده فانا بخليه على حاجه بسيطه زي كده وبكمل بقى التلوين وبزود تشابه ساتوريشن من اللومتري كولر هنا نيجي عند الفيلم ديفلوب ودوت هنا ممكن نزود كونتراست وكاما وكوريكشن وكار لو شغلناه مش هتلاحظ اي اختلاف لكن لو زودنا مثلا كده ده كونتراست 100% ده اوفر ممكن نقلله وده اللي اغلب الوقت اللي انا بعمله بقلله شويه ممكن تستخدمها هنا او ممكن تستخدمها هنا اللي ترتاح له اكتر بس انا بفضل استخدمها هنا احسن شوية بيبقى عندي تحكم اكتر في حاجات لكن هنا الميزة الرئيسية فيه هي الفيلم والانبوت واهم اداتين بقى مش موجودة اصلا في برامج كتير من برامج المونتاج وهي الهيليشن والبلوم وهتلاحظ الكلام ده في الكليب ده وعشان اقول لك دوت هناخد مثلا المقطع ده كمثال وده عشان الشعر يزغلل وتبقى شايف اللي انا اقصد عليه واللي انا بتكلم عليه عندنا هنا ديانسر طبعا اللي احنا عملناه فيه وفي طبعا منه جرين واللوك واللي احنا عملناه هنشيل مثلا الفيلم جرين هنشيله عشان تبقى شايف اللي انا بتكلم عليه بالظبط ايه ولكن هسيب الاعداد بتاعته دلوقتي مش هيلعب فيه هنيجي عند البلوم اول حاجه ونفعلها بص الاختلاف بقى عامل ازاي مجرد ما شغلناها قبل بعد قبل بعد قبل بعد لوك سينماتيك بتك زرار حرفيا تقدر برضو تشوف الحاجات اللي انت مقصر فيها الايفكت بانك تعمل الماسك مود وهو, هنا بيرسم لك شكل الحاجه عامله ازاي طب ماشي ده البلوم اللي هو بيديك زي هيليشن والكلام ده او الزغلله احنا كان بالنسبه لنا بنستخدمه على اساس ان هو ده الهيليشن ولكن الهيليشن هو حاجه تانية وهو لما يبقى في حاجه في الطرف مثلا في زي الحواف الحاده اللي فيها دي يبقى طالع منها لون بنفسجي كده او لون اخضر حاجه زي كده وهنا بستعمل في الهيليشن نعمل يعني انيبل هيليشن والماسك عشان نشوف ايه الحواف اللي متاثره حواف الرجل عشان فيها اضاءة جامدة جدا متأثرة نزود الامباكت عشان تبقى شايف أكتر نزود البيو كومبوزيشن عشان نخلي اللون يبقى أحمر أكتر أو نخليها 50 50 حلو الهيو بقى هو ده اللي أنت بتتحكم فيه باللون ذات نفسه إذا كنت عايزه أصفر أخضر مش عارف إيه إحنا نخليه زي ما هو حلو جدا الأمبليفاي اللي هو تزود الحدة بتاعته أو تكبر التأثير الجلوبال ديفيوجن زوده للآخر عشان تبان التاثير اكتر بكتير طبعا شكله يبقى وحش جدا ولكن انا عشان اوريكم الشكل السموزنس عليها للاخر حلو جدا كفايه جدا شوف بقى الشكل عامل ازاي شكله وحش جدا صح انا عارف وده عشان الامبليفاي معمول على 100% بدل 40 واللوكال ديفيوجن والجلوبال ديفيوجن معمولين على 100% برضو دوت مش احسن حاجه هو بينفع في وقت الغروب زي ما انت شايف كده اهوت ولكن مش احسن حاجه احنا على 15 عشان الجلوبال ديفيوجن هو اللي مأثر على الارضيه ولكن اللوكال ديفيوجن بيأثر على اللي انت شايفه كده يعني هو بيبقى اصلا كده وبنزودها كده فممكن نخليه مثلا على 30 انت لا اقعد العب بالارقام كده اهوت وظبط الدنيا لغايه لما تلاقي ان اللوك بقى مظبوط معاك هو مثلا انا مش بحب دول قوي فبسيبها دايما مطفيه ولكن تنفع في مشاهد معينه خاصه وقت الغروب والكلام ده الفيلم جرين بقى ودوت عشان يديك اللوك ويديك ايحاء ان هو زي الفيلم فعلا وهو ده ولكن ايفكته بيبقى عالي شوية فممكن نقلله شوية وهو مثلا هنخلي الفيلم ريزولوشن ده عالي جدا عادي جدا هو بيفرقش قوي هو بيحصل بيجيلك الكواليتي بتاعته اعلى الامان بقى نلعب بيها ممكن نخليها على خمسة كويس جدا مش محتاجين اكتر من كده يعني خمسة اصلا كفايه عشرين اوفر السايز اقل حاجه واحد ممكن نزوده ل 12 وده بيخليك حجم الجرين نفسه يكبر لو انت عايز تخليه زي متصور كاميرا فيلم قديمه زي صورنا القديمه واحنا مثلا صغيرين فده بيديك نفس التاثير فانا بخليه على واحد زي ما هو مش عايز اصلا التاثير ده قوي الباقي انك تلعب في الميد تون والهايلايت عايز تزود الجرين فين والدنيا دي انا الجرين عايزه في الشادوهات مش عايزه في الهايلايت اصلا وبكده كده بقى عندنا الجرين موجود في الحتت الغامقه بس مش الهايلايت وموجود منه بسيط جدا في الهايلايت لو احنا شلنا الهايلايت والشادو والميد تون فمبقاش في جرين اصلا لكن لو حطيناه في الهايلايت بس 100% هتلاقي انه مش موجود في اي حته غير في حته الهايلايت وحته الهايلايت اصلا شبه مش باينه اه والجرين بيغمق لك شويه الصوره يعني بيغمق لك الحته اللي فيها لايت عشان كده مش بحب ان انا احطه قوي في الهايلايت ممكن اخليه بس على 15 زي الفل اما الميد تون فالصوره بتاعت البحة اصلا يعتبر ميد تون يعني الطاقه ما بينها فهتلاقيه بيأثر على لون الجلد عشان كده مش بحب ان احطه برده في الجلد قوي هو 20 كويس جدا الشادو هو اللي بخليه على 50 لان الصوره كلها اصلا شادوهات شادو 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 كل ده قبل وبعد يعني ده كده قبل ده بعد قبل بعد فممكن خمسين ممكن حتى اربعين كويس جدا بالشكل ده وبس كده هو ده فيديو النهارده متنساش انك تعمل لايك على الفيديو تشترك في القناه مش مشترك تقول رايك في التعليقات اسفل الفيديو تعمل شير لكل اصحابك وتحمل انك تحمل بلوجن من الرابط اللي في صندوق الوصف واشوفك الفيديو الجاي سلام